النهاردة معانا حالة للطفل عثمان. ده طفل جميل قوي من السودان، جالي وهو عنده شهرين وركبنا له صمام، وبعدين حياته ماشية طبيعي، وجاي في زيارة دورية للمتابعة عند عمر سنتين. كل حاجة كانت كويسة، القعدة والمشي والحركة والكلام كله كان طبيعي، بس لاحظنا في الزيارة الأخيرة إنه محيط الراس زاد 3 سنتي في آخر 6 شهور. طبعا ده قلقنا شوية وعملنا أشعة. احنا قلنا قبل كده مشكلة الأشعة إنها ما بتديش معلومات دقيقة عن ضغط المخ، فالأشعة هنا مبينة إن جيوب المخ كبيرة بدرجة متوسطة، وده ممكن يحصل في الحالات اللي هي بيبقى الجيوب أصلا كبيرة، ممكن تفضل كبيرة شوية. فهي الأشعة أثارت بعض القلق ولكن لم تحسم المشكلة. نعمل إيه بقى لو إن الأشعة ما قدرتش تساعدنا على الإجابة على السؤال عن ضغط المخ؟ الحل إن أنا أقيس الضغط مباشرة. فزي ما أنتم شايفين في الصورة قصادكم، إحنا بندخل يعني كانيولا صغيرة كده، ومنها بنقيس ارتفاع ضغط السائل النخاعي. في الحالة دي فوجئنا بأن ضغط المية كان 28 سنتي. طبعا احنا عارفين ان الطبيعي بيبقى من 0 إلى 10 سنتي، يبقى ضغط المية كان مرتفع بدرجة متوسطة ولكنها طبعا غير مقبولة. وبرغم ان الطفل كان سليم ونموه الحركي سليم، بس لو سيبنا الضغط العالي ده فترة طويلة ممكن يؤدي الى مشاكل في المخ. دي صورة بقى اثناء الجراحة، هوريكم دلوقتي قد ايه المية بتندفع بضغط عالي من المخ. يعني الأسطرة دي داخلة جوه المخ، واحنا كل لما بنريح صبعنا من عليها بنشوف اندفاع المية بعنف للخارج بما يتوازى مع ضغط المخ المرتفع في حالة عثمان. وتم طبعا ان احنا لقينا ان في عطل في الصمام، وعملنا تعديل في وظيفة الصمام، والحمد لله قام بالسلام. يبقى الدرس اللي اتعلمناه من الحالة دي ان ما تنساش المتابعة الدورية اللي احنا قلنا كل شهر اول سنة، وبعدين كل سنة نشوفه، ولو في حاجة غير طبيعية لازم نهتم بيها جدا. اي ارتفاع في ضغط المخ او يعني اي نمو في حجم الراس او تأخر في الحركة او الكلام، وحتى لو الطفل طبيعي برضو، فده برضو لا ينفي انه ممكن يبقى فيه مشكلة بسيطة.